مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني للدولة بإطلاق 27 فعالية ترفيهية في 17 محافظة ومدينة مخصصة لليوم الوطني 87. يقام بعضها للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. نعرض لكم في هذا الفيديو أبرز 10 فعاليات. ملحمة وطن، وذلك في استاد الملك فهد الدولي بالرياض في الفترة من 23 حتى 24 سبتمبر، وتتضمن الفعالية 3 فصول ب6 لوحات لمدة 45 دقيقة تستعرض التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، ومن ثم احتفالات اليوم الوطني. فعالية ارفع الخفاق أخضر، وذلك في الرياض وحائل ونجران، ويشمل العرض المقرر إقامته في 23 سبتمبر مجموعة من العروض والوسائط المتعددة المشوقة باستخدام تقنيات حديثة من الألعاب النارية وعرض ثلاثي الأبعاد وعرض الليزر والإضاءة. وسيحظى برج المملكة بالرياض بأكبر عرض مرئي عالي الدقة عن اليوم الوطني. المهرجان الغنائي الكبير، وذلك في 23 من سبتمبر بالصالة المغطاة بملعب الجوهرة، وهو حفل غنائي سيحييه أكبر تجمع للفنانين الخليجيين وعددهم 11، منهم محمد عبدو وماجد المهندس والفنان الإماراتي حسين الجسمي والكويتي عبد الله الرويشد. احتفالات الألعاب النارية، وستقام على كورنيشي جدة والخبر ومحافظة الدرعية بالرياض في 23 سبتمبر، وسيصاحبها موسيقى اليوم الوطني ومزيج من الألعاب النارية والليزر والضوء. الاحتفالات الجوية، وستكون في سماء جدة في 23 من سبتمبر، وسيتم تقديم عروض بهلوانية على ارتفاع 2000 قدم واستخدام الألعاب النارية، والتي تعتبر من أكثر الفعاليات التي تفضلها الجماهير في الاحتفالات الوطنية على مستوى العالم. الألعاب والعروض المائية، وذلك بمحافظة جازان في 23 من سبتمبر من خلال عروض الوسائط المتعددة المرئية المائية وتر هولوغرام، وهي بمثابة حكاية بانورامية تحكي تاريخ وثقافة وإنجازات المملكة. مباراة بين الاتحاد والهلال، وذلك في 21 من سبتمبر بملعب الجوهرة، حيث ستقام مباراة الكلاسيكو السعودي التي تجمع فريقي الاتحاد والهلال بعروض فنية تفاعلية وعروض الألعاب النارية. مهرجان للمناطيد في سماء تبوك، وذلك في 23 والرابع 24 سبتمبر بعشر مناطيد لإمتاع الجمهور من خلال رحلة في سماء تبوك، ويصاحب المهرجان بحديقة الأمير فهد ألعاب للأطفال وعروض مسرحية وفولكلورية مصممة خصيصا لليوم الوطني في جو عائلي وترفيهي. مهرجان الوطن للسيارات وأرقام جينيس، وذلك بطابع رياضة الدريفت مع عروض ترفيهية متنوعة كمسرحية قصة وطن، سرد تاريخي من التوحيد حتى رؤية 2030، وعروض ألعاب محاكاة القيادة ومسابقة أجمل تصميم وطني للسيارات، وعروض أندية السيارات الكلاسيكية في حلبة الدراب بالرياض. عروض النوافير الضوئية، وذلك يومي 23 والرابع 24 سبتمبر بساكاكا والجبيل، مع الكثير من الإضاءة والموسيقى، وكأنها تحكي قصة قصيرة عن تاريخ المملكة على الماء. أي من هذه الفعاليات هو الأجمل برأيك؟ إن كانت لديكم أي معلومات أو مواضيع تريدون مشاركتها معنا، تفضلوا بالتعليق أسفل الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة.